لحد الآن عدد التذاكر يصل إلى 14,000 تذكرة، إن شاء الله بقات 4,000 تذكرة لأنه عدد التذاكر يصل إلى 18,000 تذكرة. كل الأمور يعني متاحة لبيع التذاكر على مستوى المنصة الرقمية، كما أنه يعني كل الأمور التي تتعلق بدخول الجمهور راح تكون مضبوطة يوم المقابلة إن شاء الله. لحد الآن من ولاية قسنطينة هناك 6 نقاط لنقل الجمهور، لأنه عمليات ركن السيارات راح تكون بعيدة من مكان الملعب، وكل الأمور المتعلقة بدخول الأنصار على مستوى الملعب جاهزة بالتنسيق مع السلطات الولائية وكذلك بالتنسيق مع كل السلطات الأمنية لولاية قسنطينة.